وبالعودة لخبر اقتحام السفارة السويدية في بغداد فجر هذا اليوم، معنا من أمام السفارة السويدية مراسلنا شفيق عبد الجبار. أهلا بك شفيق. إذا من حيث تتواجد، ضعنا في صورة المشهد الميداني بعد اقتحام أنصار تيار الصدري مقر السفارة السويدية، وأيضا عن أبرز المواقف الرسمية حول هذا الموضوع. نعم، طبعا فجر هذا اليوم كان هذا المكان الذي أتواجد فيه الآن وخلفي مقر السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، مسرحا لأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذين اقتحموا هذا مقر السفارة وأضرموا النيران في أجزاء منها في محاولة استباقية لموافقة الحكومة السويدية لمواطن يحمل الجنسية العراقية ويقيم في السويد بحرق نسخة من المصحف، مصحف يعني نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في يعني في السويد، ولم ينتظر كما أسلفت الأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهم الجمهور الغاضب الأكثرية في البلاد، واقتحموا هذا المقر الذي خلفي وأضرموا النيران في أجزاء من مقر السفارة السويدية. والأخبار المتداولة في وسائل الإعلام تقول أن الهيئة الدبلوماسية أو موظفي السفارة السويدية قد تم إجلاؤهم إلى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بعد اقتحام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهذا المكان. المكان فيه المئات من عناصر الأجهزة الأمنية التي تنتشر في كل محيط والشوارع الفرعية المؤدية إلى هذا المقر في العاصمة العراقية بغداد. أيضا أود الإشارة إلى أن وزارة الخارجية العراقية قد أصدرت بيانا تدين وتشجب وتستنكر العمل الذي قام به أنصار زعيم التيار الصدري بحرق مقر السفارة السويدية في بغداد، وقالت في هذا البيان أن هذا الأمر مستنكر ويجب حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد. أيضا وردنا قبل قليل أن هنالك اجتماعا لقيادات أمنية برئاسة رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد إشياع السوداني على خلفية اقتحام مقر السفارة السويدية من قبل أنصار زعيم التيار الصدري الذين قاموا بتخريب المقر وإضرام النيران في بعض أجزائه. طبعا هو رد فعل بالنسبة رد فعل شعبي على خلفية كما قلت على خلفية موافقة الحكومة السويدية بالسماح للشخص العراقي الذي قام بإحراق نسخة من المصحف الشريف قبل نحو أسبوعين، وجاءت أيضا موافقة أخرى لإضرام النار في المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في السويد. شكرا جزيلا لك شفيق عبد الجبار، كنت معنا من أمام السفارة السويدية في بغداد.